Hi again. It's a grammar time. Today we are going to discuss how to use verb to be. النهاردة احنا هنتناقش مع بعض ازاي ان احنا نطبق فعل يكون. Let's start. مبدئيا كده عشان نطبق القاعدة لازم نعرف البيزكس. بتكون من ايه verb to be؟ بيكون من ايه؟ نركز مع بعض كده. Verb to be بيكون من am, as, are. Am, as, are. وكل واحدة وليها استخداماتها. Am بتيجي معاها I. Am بتيجي معاها I. لما قول I am a doctor. I am a teacher. I am a doctor. I am a teacher. طيب. As بيجي معها he, she, it. He للboys. She للgirls. It للthings or for للغير عاقل. يعني بتيجي it للthings or للanimals. لما قول he is a doctor. She is a teacher. It is a cat. Are بيجي معها they, we, you. لما أقول we are boys, they are girls, you are family. طيب دي كلها كانت في positive form في الجمل المثبتة. طيب أنا هنا إزاي أعمل negative form؟ How to make a negative form؟ لما عاوز أعمل أي جملة منفية اللي هي negative form بحط not. لما أقول he is not a doctor, I am not a teacher, we are not boys. أنا هنا بنفي الجملة. أنا مش دكتور. أنا مش تيتشر. إحنا مش ولاد. أنا هنا نفيت الجملة. طيب. How to make a question form. إزاي بعمل صيغة سؤال؟ بسأل إما بأم أو as أو are plus the subjects. إيه هي subjects اللي هي ال I وال we وال they وال you وال he وال she وال it. لما أقول am I a doctor? Yes you are. ناخد بالنا هنا أنا هنا عملت إيه؟ ال I حولتها في ال answer ل you. طبعا you بتاخد are فحطت لها are. والعكس صحيح. أو أقول is he a teacher? Yes he is. يبقى ده how to make a question form. ده ببساطة جدا استخدامات verb to be فعل يكون. طيب أنا هنا حطت لكم sheet في شوية questions مطلوب منكم ان انتم تحطوها لي وتحلوها لي في comments على اليوتيوب عشان أعرف بس أتابع مين فيكم قدر يفهم الدرس ومين لسه في لسه ما قدرش يفهم الدرس بصورة كاملة وكويسة. فانا عايزه الاقي الكومنتس دي على الفيديو بالانسرز وعايزاكم لو في اي مشكله في اي حاجه تبلغوني. فده النهارده كان بسيطه جدا استخداماتنا للفيرب تو بي. يا رب اكون قدرت اوصل المعلومه بشكل مبسط وسريع. For any comments or any questions please let me know. Don't forget to subscribe and share my video. See you soon. Bye.